اذا هاد الابواب مفتوحه كتجي في اطار التعريف بالبرامج، مختلف البرامج ديال خلق المقاولات. اذا كاينه مجموعه ديال البرامج، كاينه مجموعه ديال المصادر ديال التمويل، وهذا النهار هذا جينا باش جينا تم استدعاء ديال مختلف الفاعلين سواء اقتصاديين ولا المؤسساتيين ولا الابناك من اجل التعريف بهذا المنتوج ولا هذا الزخم ديال 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 البرامج الانعاش المقاولات. لان كاين برنامج انطلاقه ومختلف الشركاء اللي فيه من خلال الناس اللي كدير المواكبه ديال القبليه والمواكبه البعديه والتمويل، بما فيهم مركز جهه الاستثمار صندوق مركزي للابناك ولانابيك وعلى راسهم العماله ومجموعه ديال الشركاء اللي كيخدموا بواحد الشكل مع بعضياتهم. اذا هادشي في اطار ديال البرنامج ديال الانطلاقه. كاين كذلك برنامج ثلاثه المرحله ديال المرحله ثلاثه ديال الاندياش، البرنامج ديال تحسين الدخل الاقتصادي اللي هو كيعطي امكانيات مهمه ديال التمويل في اطار خلق المقاولات، حتى هو فيهم برامج ديال المواكبه القبليه والمواكبه البعديه. كاينه برامج اخرى ديال اتحاد مع مقاولات المغرب، كاينه لا سي اي اي كيف ما كنقول لكم، كاينه الابناك. اذا هذا النهار هذا كيعطينا غادي كاينه مختلف الشركاء اللي كاينين، كلهم عاملين لي ستوند ديالهم. وهذا النهار هذا يعني اي واحد باغي عنده شي مشكل باش يعرف ياخذ ارقام باش يدير الدراسه ديال المشروع ديالو، عنده شي فكره ديال المشروع، كاينه اجابات سواء من عند المؤسساتيين الفرق المؤسساتيين او للابناك. كاينه 8 ديال الابناك هي حاضره معنا تقريبا كامله اللي هي جد مهمه اللي نعم. وبالنسبه الاخص بالنسبه يعني لانابيك اللي هي يعني بالنسبه لكم انتم فهاد اليوم هذا، يعني شنو هي يعني العرض اللي قدمتوه يعني بالنسبه لحامي المشاريع؟ بالنسبه للوكاله، اولا الوكاله هي احنا خدمنا كفاعل رئيسي في التنظيم هذا، باش حاولنا بالاشتغال مع الشركاء ديالنا حاولنا قمنا بواحد الدور جد مهم باش نحاولوا نديروا هذا اللقاء هذا اصلا باش يكون الوجوديه ديالو باش يكون مع السيري ومع الفرقاء الاخرين. كذلك عندنا ان ستوند اللي هو غادي يكون هنايا كيعرض لوفر سيرفيس من المجال ديال خلق المقاولات وداك الشيء الاكارت، يعني اي واحد بغى يدير البروجي ديالو ولا فكره المشروع ولا بغى يدير اعاده الدراسه القراءه ديال الدراسه ديالو او لا باغي ينشا اداريا المؤسسه الشركه ديالو او لا اشياء اخرى الاكارت كيف ما بغى يديرها. كاين ان ستوند وحنا خدامين بي تو بي، خدامين اوبيراسيونيل في هذا المجال. كذلك في العشيه عندنا ان بانيل اللي غادي نشاركوا فيه، لو ديريكتور ريجيونال هو اللي غيموديريه، وغادي يكونوا جميع الشركاء بما فيهم لانابيك غادي نقدموا لوفر سيرفيس مع المؤسساتيين ونقدموا اجابات واسئله ديال الحاضرين والباحثين عن الشغل او المؤسسه الباحثين، ماشي الباحثين عن الشغل وانما حاملي افكار مشاريع، غادي نحاولوا نجاوبوا على مختلف